امسك عليك لسانك في وقت الفتن، لا تتحدث، اسكت، ولا تهرف بما لا تعرف، ولا تهدي بما لا تدري، ولا تكن فيها من المتصدرين، ولا تخذ فيها مع الخائضين، وإنما إلزم نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الجهلة والحمقى والمغفلين وأنصاف المتعلمين لو أنهم سكتوا أوقات الفتن لسلمت الأمة. ليس كل الناس ينبغي لهم أن يتحدثوا، بعض الناس عنده شهوة للكلام، إدمان على الكلام، لا بد أن يتحدث، وما يترك من شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا وتحدث فيها، ولا يترك من الأمور الكبار والصغار ومن الأمور العظيمة والحقيرة ومن الأمور من أمور الدين والدنيا إلا وتحدث فيها. وهذا دليل نقصان عقل، هذا يدل على نقصان العقل، وهذا ليس من العقلاء الكاملين بل من الجهلاء الناقصين. يتحدث هؤلاء الحمقى في أمور لو كانت في عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم وأرضاهم لجمعوا لها المهاجرين والأنصار، هذا يتحدث فيها في جرة قلم، يتحدثون في الحلال والحرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يجوز أن يتحدث المرء فيما لا يحسن وفيما لا يفهم، لا يجوز. قال أبو بكر رضي الله عنه: وأي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لم أعلم، ووالله لقد حضرت مجالس ربما يسأل أحدهم يقول: يا جماعة ما رأيكم في الأمر الفلاني، هل هو حلال ولا حرام؟ فينبري له ثلاثة وأربعة كل واحد من زاوية من زوايا المجلس: حلال حلال حرام. وإن كان فيهم طالب علم قال: إيش رأيك؟ في الأخير بعد أن أفتوا بعد أن وقعوا عن رب العالمين. هذا توقيع عن الله للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب أسماء إعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا توقيع عن رب العالمين. وترى هؤلاء الجهلة والحمقى والمغفلين سواء في المجالس أو في المقايل أو في مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون في شأن الأمة، يتحدثون في ماضيها وفي حاضرها وفي مستقبلها، يتحدثون في الدماء. أحدهم يقول: نعم أنا والله أرى أن يقتل الشعب الفلاني، لا بأس، يستاهلوا. اتق الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة ليتحدث بالكلمة، ليتحدث بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. وفي رواية قال: تهوي به أبعد ما بين المشرق والمغرب بكلمة واحدة. فإذا نصحت أحدهم أو نبهته أو قومته قال لك: يا أخي مجرد كلمة، كلمة واحدة، الإسلام تدخل فيه بكلمة، إن قلت لا إله إلا الله دخلت الإسلام، لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم، بكلمة واحدة تخرج من الإسلام. قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم لم يقولوا شيئا، قالوا عن الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب عند اللقاء. يقول لك: ما كانوا يأكلوا وجبنا عند اللقاء، يعني في الحرب، لم يسبوا الله ولم يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بكلمة واحدة، بكلمة واحدة تستحل فرج لم يكن حلالا عليك قبلا. يقول لك فلان: زوجتك ابنتي تصبح حلالا عليك، بكلمة واحدة تقول لها: طلقتك تصبح حراما عليك، بكلمة. والناس اليوم يتحدث يقول: أخي مجرد كلام، هذا الكلام الذي سيوردك المهالك. يصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرع على مهله، إنما يصاب المرء من عثرة بلسانه. وكم من قوم هلكوا بسبب كلمة. ألا في الفتنة سقطوا. فالإنسان يحذر، لا تتحدث. أحيانا قد الإنسان تأخذه العزة بالإثم، أحيانا قد يكون الإنسان متحدثا لسنا ومتكلما لبقا، قد يكون عند بعض الناس شيء من الفهم في السياسة وشيء من الفهم في بعض الأمور الدينية، لكن هذا ليس معناه أنك تتحدث وأن تتصدر. تعلم، اهدأ وتعلم. رحم الله امرئا تحدث بعلم أو سكت بحلم، أو سكت بحلم. إن كان يعجبك السكوت فإنه قد كان قبلك
يعجب الأبرار. ولقد ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا.